أهل الحد الجنوبي يواجهون الأخطار لننعم بالاستقرار. منهم من قضى نحبه، ومنهم من أصيب وعاد إلى سابق عهده مدافعاً عن دينه ووطنه. في ميدان الحد الجنوبي نلتقي بفرسان الحزم، أهلاً بكم. الرسالة التي نؤديها في الميدان رسالة عظيمة جدا وسامية، فنحن نخدم هنا الدين والوطن وننفذ أوامر القادة. كنا نتمنى الشهادة ليس الإصابة، لكن لم يكرمنا الله، ولعل الله أنها آتية في القريب. الإصرار والإصرار التام وعدم السماح لأي كائن ما كان أن يخترق الحدود أو يعبث عن هذا الوطن. رقيب أول محمد، أهلا ومرحبا فيك معنا في برنامجنا فرسان الحزم، واليوم احنا تشرفنا حقيقة بأن نكون معك اليوم في هذا الميدان. حياكم الله، واحنا سعيدين جدا جدا بحضوركم وتشريفكم لنا في أرض الميدان، ونقل الصورة المباشرة لجميع الشعب السعودي والقيادة كذلك. نتشرف بحضوركم. الحمد لله على السلامة أول شيء. الله يسلمك ويبيك ويسلم جميع أخوانا المصابين ويشفيهم إن شاء الله. اللهم أمين. أبغى أسألك، من نهاية كل حديث دائما ألتقي فيه مع أبطالنا في الحد الجنوبي المصابين اللي كنت ألتقيهم في المستشفى، كانت دائما أمنياتهم أن يعودوا إلى ميدان الشرف والعز، ميدان الحد الجنوبي. أنت يوم كنت مصاب ليش كنت تتمنون هذا هذه الأمنية؟ لأن الرسالة التي نؤديها في الميدان رسالة عظيمة جدا وسامية، فنحن نخدم هنا الدين والوطن وننفذ أوامر القادة، قادة ولاة الأمر، وعلى رأسهم ملك الحزم الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين. أضف إلى الشيء الذي نلتمسه في الميدان من تكاتف الجهود سواء بين القوات المسلحة أو حرس الحدود الذين يعملون جنبا إلى جنب، الحمد لله، دحر العدو ومكافحة التسلل من قبل حرس الحدود واختراق أي عدو للحدود. أبو أسامة، اليوم احنا نقف معك في الحد الجنوبي بعد أن من الله عليك بالشفاء وعدت. كم مرة تعرضت فيها الإصابة في مواجهة الحد الجنوبي أول شيء؟ الإصابة تعرضت لثلاث إصابات وكنا نتمنى الشهادة وليس الإصابة، لكن لم يكرمنا الله، ولعل الله أنها آتية في الطريق بحول الله. الله يكرمكم إن شاء الله بإذن الله تعالى ويكتب لكم كل خير. أول إصابة كانت بانفجار صاروخ أثناء الدفاع عن أحد المراكز، محاولة تخطي العدو الخطوط الأمامية. الإصابة الثانية كانت مواجهة مباشرة بالقنابل اليدوية بين العدو، والإصابة الثالثة كذلك أثناء محاولة اختراق العدو لأحد الخطوط قمنا بالتصدي لهم، وكذلك كانت هناك رمايات مباشرة بالقنابل ومختلف أنواع الأسلحة المتوسطة مثل الهاون والرشاشات الآلية والنص الآلية. الرقيب أول محمد، بالتأكيد أنتم في الحد الجنوبي تقفون أمام عدو معروف أنه دائما غدار لا يستطيع المواجهة، كيف تصف لي عزيمة الرجال الأبطال معكم في القطاعات المختلفة في التصدي لهؤلاء الأعداء؟ بالنسبة لعزيمة من هم متواجدين على رؤوس الجبال وبطون الأودية، مهما شرحت عن هذه العزيمة أو تلفظت بها لن أعطيها حقها، لأنها هي أكبر من أني أقول أن العزيمة عالية وعالية جدا، ولا ممكن أنها تلامس عنان السحاب في علوها وسموها. والحمد لله الذي نلمسه من جميع الزملاء في الميدان سواء قوات المسلحة أو حرس الحدود
الإصرار والإصرار التام وعدم السماح لأي كائن ما كان أن يخترق الحدود أو يعبث بأمن هذا الوطن. نعم أبو سما، إيش تعرضت من خلال الأحداث اللي مرت عليك؟ إيش الإصابات اللي جات عليك بالضبط أو أصعبها كانت؟ الإصابات شظايا متنوعة في الأرجل في اليد، وأيضا إصابة في الظهر في العمود الفقري، ولكن كل هذه بسيطة مقابل هذا الوطن، وإحنا على استعداد تقديم الروح وليس إصابة في رجل أو في يد أو في ظهر. هذه أشياء لا تؤثر على معنوياتنا أو وجودنا في الخطوط الأمامية. العودة للميدان بالتأكيد لها فرحة خاصة، توصف لي اليوم اللي أنت أول يوم يعني باشرت فيه في الميدان بعد عودتك من الإصابة. عودة الميدان هي طلب لأي شخص مصاب. صحيح، لأن التكاتف والتواجد في الخطوط الأمامية لها معنى خاص لدينا احنا، خاصة كعسكريين يمكن يجهلون المدنيين كثير. انا لمست لما عشت معكم هاليومين هذه في الأجواء، انا اشرح لك ان لدينا نكهة خاصة في الأخوة، في التعامل. صحيح. في التكاتف، في الحرص على من هو بجانبك، الحرص على من هو في الموقع الآخر، الحرص على أمن الوطن، أشياء يمكن لا يفهمها إلا العسكري أو من مارس مع العسكريين أمثالكم الإعلاميين والموجودين معنا. فالحمد لله الأخوة والتكاتف الموجود بين كافة القطاعات العسكرية الموجود على الخطوط الأمامية، نظرا للهدف سامي، والهدف هو واحد، الدين المليك ثم الوطن. الحمد لله أشياء لا تقبل المساواة. أبو أسامة، إحنا في جولتنا في الميدان مع المصابين اللي عادوا للميدان بعد من الله عليهم سبحانه وتعالى بالشفاء، شفنا مجموعة من الأجواء وعشنا مجموعة من الأجواء مع الأبطال. يعني كنا في أجواء حارة جدا في بعض أوقات اليوم اللي مارسوا فيه عملهم، الآن إحنا في أجواء يعني تقريبا شبه ماطرة، أمطار حوالينا في المناطق اللي حولنا. كيف تتعاملون مع كل مختلف هذه الأجواء وأيضا مختلف أنواع التضاريس اللي نشوفها الآن موجودة حوالينا في هذا الميدان؟ نحن أفراد حرس الحدود بالنسبة للتضاريس وجميع التقلبات الجوية متعايشين معها بشكل مستمر من سنين طويلة، وكذلك أخذنا معنا أخوانا من أفراد القوات المسلحة لتعريفهم بهذه التضاريس، تكيف معهم لكون نعم. الأغلب منهم والأكثر منهم لم يمارس الأعمال في المناطق الجبلية بصفة مستمرة، وهناك مقومات، وأيضا نحن نحظى بدعم ألا محدود من القيادة ومن المسؤولين في سبيل تسهيل جميع ما يوجد من هناك. لدينا مواقع يعني صقلت من لا شيء، عملت من لا شيء وأصبحت نعم. جاهزة. أقدر أقول إن وفر فيها حتى بعض المقومات الحياة كالمراوح كالأشياء، وأبطالنا لا يحتاجون أصلاً الأشياء هذه، ولا فهم جاهزون 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 وعلى مدار الساعة. أبو سامة، أنا سألتك عن مشاعرك الشخصية بأنك فخور، وذكرت أنك فخور جداً وتعتز بهذا العمل الكبير في أرض العز هنا في الحد الجنوبي. ودي أسألك عن أسامة والأهل الأخوان، كيف شعورهم بوجودك في هذا المكان؟ الحمد لله بالنسبة للأهل نلتمس منهم الدعاء والاحتساب والتنبيه أيضا على أمن الوطن، رغم أن البعض منهم قد لا يكون عارف بما يدور في الميدان، لكن معروف أن هناك مشكلة على حدودنا، فلذلك نلقى الدعم الأسري أثناء ما نكون في متواجدين في البيت في بعض الأوقات المتفاوتة، فنجد منهم الدعاء والحرص والصلاة والتوصية على أداء الأمانة. نعم، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتخر بولدنا لأنه في الحد الجنوبي وعلى الخطوط الأمامية وصاب عدة إصابات، والله أشفاه، وإحنا فداء للوطن إحنا وأولادنا. فخورة بأبوي إنه في الخطوط الأمامية وصاب 3 مرات، الحمد لله رجع لنا. أنا فخورة بأبوي إنه بطل،
ويدافع عنا وعن ديننا الإسلامي وعن وطننا وعن كل المسلمين. أبي مدرسة عند حدود المملكة، يقول الشجاعة والبطولة والرجولة الأعداء والهزيمة. بذلتك العسكرية ما شاء الله أبو أسامة كلها يعني أنواط متعددة لعسكرية تدل على الشجاعة والإقدام الكبيرة تتمتع فيها أبو أسامة وكثير وكل وجميع أخواننا العاملين في ميدان الحد الجنوبي. أيضا الأوسمة اللي موجودة على جسدك هذه برضها أوسمة. الحمد لله الحمد لله، والأوسمة الموجودة ليست بشجاعة أبو أسامة فقط، إنما بشجاعة كل من كان بجانب أبو أسامة من أفراد حرس الحدود والقوات المسلحة. نعم. جميعنا نقدم ما نستطيع ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات للجميع. اللهم أمين إن شاء الله. الله ينصركم إن شاء الله أبو أسامة، وتشرفنا اليوم بأننا نكون معك في هذا الميدان وإحنا نشوف التضاريس الحدود اليمنية السعودية، وإن شاء الله تعالى أن الله ينصرنا وإياكم إن شاء الله على هذه الشرذمة الطاغية التي طغت على إخواننا في اليمن، ونساهم في إعادة اليمن الجميل إلى الأجواء السعيدة التي دائما فيها اليمن. ونحن سعيدين بلقائكم وتشريفكم وحضوركم معنا في الميدان والخطوط الأمامية. يعطيكم العافية إن شاء الله.